هذا الفيديو الخوت غادي نوريكم كيفاش ديروا اكثر من 1000 درهم في النهار عن طريق الفراجة في الافلام. هالطريقه اللي غادي نوريكم ندارت بكم وكيديروها لكم كل نهار، ولكن ما كتعرفوش كيفاش كتندار وكيديروا على ظهركم الفلوس. هذا النهار غادي نوريكم كيفاش تنتوما ديروا الفلوس بها مربحه جدا، لان كل شيء باغي يتفرج في الافلام الخوت. احسن حاجه في هذا الميثود الخوت هي ما تحتاجوش تخلصوا حتى شي حاجه، ميثود بلا فلوس. ما تحتاجوش تبين وجهكم، ما تحتاجوش تصوبوا فيديوهات ولا تاديتيهم، اي واحد يقدر يديرها من الدار. عندك ليكسبيريونس ولا ما عندكش ليكسبيريونس، وتقدر ديرها من اي بلاصه في العالم. الوغ الا كنتي في المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا، ما تقوليش ما يمكنش، حتى شي حاجه ما مستحيل. واهم حاجه الخوت هاد لا ميثود ماشي ساتوري، الا ماشي بزاف الناس كيعرفوا كيفاش يديروها، والاكثر هي منكم اكثر من 95% غادي يكون ما عارفش كيفاش كتصاوب هاد الطريقه. واهم حاجه هي من ناحيه الخلاص كتخدم غير باي بال اخي، يعني الا عندك باي بال غادي تقدر تخلص. الوغ اون فوا كتجمع داك الحصيصه كدوز لك ديريك في باي بال. حتى الا ما عندكش باي بال عندهم حتى باينير، كلشي الاكثريه عنده باينير اخي، راه ما تعطينش الاعذار. الوغ تقول لي عندنا نشوقتينا، ولكن واش هاد لا ميثود هادي ديال بصح ولا غير الكذوب؟ تفرج معايا اخويا من الاول حتى الاخر، غادي نوريك كلشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، كليك باي كليك، نقره بنقره. غادي نوريك البروسيس كامل، خاصك غير تتبع معايا من الاول حتى الاخر باش ما تفوتك حتى شي معلومه مهمه. ما تقوليش اخويا عدنان كيفاش ما عرفتش، تكتب لي شي تخربيقه لتحت في الكومنتس. وباش تكون في الطريق ديالك ديال 1000 درهم في النهار، علاش لا نبداوها ب 50 درهم ونزيدوا لغد ليه 100 درهم، ومن بعده 4000 ريال، ومن بعده 10000، وعلاش لا اكثر من 1000 درهم. ما تليميتيوش راسكم. الوغ بلا ما نضيعوا بزاف ديال الوقت، نزيدوا السكرين ونبارطاجي معاكم كل شيء ان شاء الله. زيد سيدي على بركتنا. اوكي، اول حاجه باغي نديرو هي خصنا نعرفوا شنو هما الافلام اللي خدامين مزيان في هذه الساعه واللي بنادم كيبغي يتفرج فيهم. غنوريكم واحد السيت الخوت، غادي تمشيو للبوكس اوفيس موجو، تكتبوها في جوجل غادي يطلع لكم هذا السيت هذا، غادي ندخلوا ليه وغادي نمشيو لهذه البلاصه هذه دايلي، وهذه غنقدروا نخليوها في كوتا ولا نديروا مان. انا كيعجبني ندير كوتا لان كيبين لك بزاف ديال الموفيز. وغادي نصورتيو هنايا، ندركوا على هذه البوطونه هذه حتى تولي من الاعلى الى الاسفل، يعني توب 10 جروس ريفينيو. واللي محتله المرتبه الاولى في توب 10 جروس ريفينيو هي بلاك بانثا واكاندا فوريفر، رجعت في نوفمبر 11، ماشي بزاف وراها بوبولير بزاف اخي. الوغ بزاف ديال الناس باغيين يتفرجوا في هذا الفيلم هذا ولا الموفي. الوغ حنايا اللعبه اللي غادي نديرو هي غادي نمشيو ونجيبو اللين منين بنادم يقدر يتفرج في هاد الموفي هادي بلا فلوس، وغادي نزيدو عليها واحد ستيب واحد اخر ديال المونيتيزاسيون، وغادي نربحو الفلوس من حاجه بلا فلوس، يعني بحال اللي الفلوس كطيح من السما. تبع معايا مزيان، كاين واحد السيت سميتو اف 2 موفيز، ادخلو هنايا في جوجل وغادي يعطيه لك هنايا. هاو اتبك على هاد اللين هذا، عطيك عرام ديال الموفيز اللي تقدر تتفرج فيهم بلا فلوس اخي، هادشي كامل بلا فلوس. غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبوا السميه ديال الفيلم اللي باغيين نقلبوا عليه حنايا، اللي هو بلاك بانثر واكاندا فوريفر. ها هو طلع لينا، ها هو الفيلم ديالنا. انا جربته، ما باغيش نجربه دابا باش ما يضربونيش بالكوبي رايت، راكم عارفين. غادي نهز اللين ديالو من هنايا من الادريس بار، كتبان لكم شنو نتوما شويه من الفوق من داكشي اللي كيبان لي. جيبوا غير اللين ديالنا عندنا هاد اللعبه. دابا نيكست، اش غادي نديروا بهاد اللين وكيفاش غادي نمونيتيزيوه؟ كما قلت لكم تبعوا معايا غير بالعقل، ما تسكيبيوش، ما تكونش مريقل ودير اللعبه ديال سكيبي سكيبي، راه ما غاديش تفهم حتى حاجه. غادي نمشيو لهاد السيت هذا اللي سميتو سي بي اي جريب. هاد السيت هذا هو اللي غادي نربحوا منه الفلوس عن طريق داك اللين هذاك. انا غنوريكم كيفاش بالضبط باش نشرح لكم الكونسيبت ديال سي بي اي جريب شنو هو. هو كيخدم بالكونسيبت ديال سي بي اي ماركتين. سي بي اي ماركتين هو الكوست بير اكشن، يعني نتايا كتخلص منين الزبون كيدير واحد لاكسيون على داك لوفر هذاك اللي نتايا كتبروموتيه ولا كتسوق. انا نعطيكم مثال، مثلا هذا كيقول لك تيست يور درايفين سكيلز ان درايفين ثيوري تيست. فاش كتعطي هاد لوفر هذا الناس وكيدخل بنادم وكيكمل داك لوفر هذاك، انت كتخلص واحد القدر معين ديال الف. راه كنت شرحت هذا الشيء هذا في بزاف ديال الفيديوهات من قبل. هو شويه تقريبا بحال الافيليت ماركتين، ولكن الافيليت ماركتين لابد خصهم يشريو شي حاجه باش انك تخلص. اما الكوست بير اكشن ماشي لابد يشريو شي حاجه، واخا غير يدخلوا الايميل ديالهم ولا يدخلوا الكود بوستال ديالهم ولا السميه والكنيه ديالهم ولا يديروا شي ترايل، يعني يجربوا واحد السيرفيس ولا شي لعبه بحال هكا. كاين بزاف. المهم سي بي اي كريب غادي تعرفوا البلان كامل كي داير. مثلا في هذا الوفخ هذا كيقول لك جيت ايفون 14، لكن باش تاخذ الايفون 14 خاصك تشترك في واحد الجيف اواي.
انت بحال اللي كتبرمونتي واحد الجيف اواي فهمتيني. المهم كاين بزاف ديال لي زوفر، حنا ما غاديش نبرمونتيو هاد لي زوفر كاملين، يعني غادي ندير واحد البلان اللي في شكل اللي ما كنظنش شي واحد هضر عليه من قبل في الكونتنت العربي. المهم انتم شفتوه هنا باش نفسر لكم مزيان حنايا شنو غادي نديرو، غادي نشرح لكم شنو هادوك كانوا كيديروا لكم باش تفرجوا نتوما في شي فيلم بغيتوا. تبعوا معايا، غنمشيو للمونيتايزيشن تولز، غادي نمشيو لليو ار ال فايل لوكرز. هاد البلاصه انا كرييت لوفر عن طريق اليو ار ال فايل لوكرز. دابا غادي نوريكم الليان اللي صوبت باش نوريكم كيفاش كيديروا كل قلب باش تفرجوا في الموفي وهما كيتخلص. حنا دخلنا الليان، غادي نهز هاد اللينك هذا، غادي نحطو في شي نيو انكوغنيتو ويندو بحال هكا وغادي نوريكم. اوكي سو هذا كيقول كومبليت كابتشر بيلو تو واتش بلاك بانثر واكاندا فور ايفر موفي. انت كتكومبليتي الكابتشر كيقولك انتر فور 1000 باوند باي بال جيفت كارد، كيقولك غادي تربح باي بال جيفت كارد. دخل لهاد المسابقه هذه، كتدخل انت للمسابقه كيديك الواحد الليان باش تدخل الجيف اواي ديال الباي بال جيفت كارد. دو يو لايك تو شوب اونلاين؟ يس بلا بلا بلا. المهم كيسولوك بزاف ديال الاسئله وداك الشيء هذاك. باش كتكومبليتي انت هاد السيرفي هذا راك كتدخل في الجيف اواي، رايت؟ فهمتي معايا؟ اون فوا كدوز داك الشيء كامل اللي هما باغيين منك عاد كتقدر تفرج داك الفيلم هذاك. دابا نتايا غادي تولي انت هو اللي كتعطي لبنادم هاد اللعيبات هادو باش يديروهم باش منين هما يكملوا هاد الشيء هذا كامل عاد يقدروا يتفرجوا في الموفي ديالك، فهمتيني؟ يعني انت اللي وليتي كتعطيهم هاد الشيء هذا باش تربح نتايا منه، ماشي تبقى غير كيربح على ظهرك، فهمتي البلان؟ غنوريكم كيفاش هاد اللعيبه هادي كتصاوب. واه كما كتشوفوا ويتين فور اوفر كومبليشن راه حتى كيساليو لوفر عاد كتجي لهنايا وكتقدر تفرج في داك الموفي هذيك اللي عطيتيهم، يعني ما يقدروش يتفرجوا غير هكا. اوكي دابا غنوريكم كيفاش هذه كتصنع، تبع معايا. انا ديجا مصوب هذه، غادي نجي لهنايا كما قلت لكم يو ار ال اند فايل لوكرز، غادي نبك على كرييت نيو ار ال لوكر بحال هكا، غادي نبك على اي اجري، زيد الكونتينيو. دابا هنا فين كتكريا اللعبه كامله، ماشي شي حاجه صعيبه الخوت، تبعوا معايا. انا صوبتها ولكن غادي نوريكم كيفاش كتصاوب. غنمشيو للتمبليت هي اول حاجه، باش كتختار التمبليت اللي باغي تخدم بها. انا اختاريت هذه للكابتشر، انت اختار اللي بغيتي اللي تصلح لك حتى في اليوز كيس، يعني شي نوبات بغيتي تعطي شي اوفر باش يداونلودي شي واحد شي حاجه، ولا باش يدخل شي فايل، ولا باش يتفرج في شي حاجه، على حساب الحاجه اللي انت باغي تحطها مورا داك اللوكا هذاك، حساب الحاجه اللي انت باغي تعطيها. الا غادي تعطي مثلا ليان ديال موفي غادي تستعمل غير هاد الكابتشر هذه اللي انا استعملتها. غادي نجيو لهنايا الجنرال، هاد اللعبه ديال امنو الروبو كنديروها هنايا، نخليوها هكا نيم بلاك بانثر. انا غير باش نعقل عليها الا كان عندي بزاف ديال لي زوفر، مي فهاد الساعه ما عنديش، عندي غير واحد لان هذا غير ديمو اكونت غير باش نوريكم كيفاش هادشي كيتصاوب. اوفر هيلب تكست، هاد كومبليت ان اوفر بيلو تو واتش بلاك بانثر واكاندا فور ايفر موفي. هاد اللعبه هادي، وهادي عاوتاني هاد كومبليت ذا كابتشر بيلو بلا بلا بلا. كما كتشوفوا هادي هي هادي لوكت يو ار ال، هنا فين غادي نحطوا الليان ديال الموفي اللي بلا فلوس، باش اون فوا يكملوا لي زوفر كيقدروا يدخلوا لهاد الليان هذا ويدخلوا يتفرجوا مع راسهم. كتقدر تقاد شحال ديال لي زوفر بغيتي نتايا، كتقدر تقاد الفونت يعني الخط اوف سايز. المهم التخربيق هذا ماشي شي حاجه مهمه، كتستيلي اللعيبه مزيان الا بغيتي الا كنتي كتفهم في هذا الشيء ديال السي اس اس وكذا كاستم سي اس اس. هذا الاتش تي ام ال ديال لوف، هاد اللعيبه افونسي يعني الا ما كانوش دي زوفر داك لا ريجيون هذيك شنو هو الميساج اللي تبغي تبين للناس، وهادو التمبليت اللي وريتكم. الوغ هادشي دابا باين، دابا حنا صوبنا لوف شنو غادي نديرو به، فين غادي نديرو. اون فوا كنصاوبو لوف كنهزو داك الليان هذاك، اوكي كنقدروا نكوبيوه ولا كنقدروا نكستمايزيوه يعني نرجعوه بيرسوناليزي كيف ما بغينا. تقدر تبدل الكتابه من هاد النماري لشي حاجه اي دون نو بحال واتش بلاك بانثر واكاندا فور ايفر موفي شي حاجه بحالها، ولكم الاختيار. دابا خدينا هاد الليان هذا خاصنا نقادوه مزيان، غادي نمشيو لليو ار ال شوطنا، استعملوا شي واحد بحال هذا بحال هذا تي دوت ال واي، كتكتب بحال هكا تي بوان ال اي غري. غادي نجيو وغادي نحطو هنايا بحال هكا وغادي نبركو على شوتن، ها هو بان ليا هنايا. غادي نبرك على كوبي، ملي غنبرك على كوبي غادي ندخل ليه غادي يبان ليا الليان ديالي اللي جبت من سي بي اي كوي. حاجه واحده اخرى كنقدر ناديتي هاد الليان هذا كيف ما بغيت، ملي غنبك على اديت غادي يديني باش نكريي شي كونت الا ما كانش عندي شي كونت. وكتقدر تكتب مثلا داك الليان هذاك الخراني ديالو، كتقدر تكتب واتش بلاك بانثا ولا شي حاجه بحال هكا باش كترجعو شويه بيرسوناليز. دابا ها حنا جبنا هاد الليان، فين غادي نسوقوه؟ كاين بزاف ديال البلايص. البلاصه الاولى هي كنكتبو واتش بلاك بانثا واكاندا فور ايفر اونلاين فري، وغادي نشوفو شنو هما لي ليان اللي كيبانو. الا كان شي فورم مثلا نقدروا ندخلوا لداخل في الكومنتس نكتبوا تقدر تتفرج
بلاك بانثا وكاندا فوريفر هنايا وتعطيهم داك الليان. طبيعة الحال الليان ديال سي بي اي جريب اللي رجعتيه صغير طبيعة الحال اللي هو منين غادي تضرب الفلوس سيكون دايز على سي بي اي جريب. ولا شو بنادم دايرها هنايا في لينكدين؟ انتم الخوت بنادم داير ارتيكل في لينكدين ومرانكي. شو كي مرانكي اخاي؟ شوف انت كتبك على كليك هيت واش فول موفي، هذا غادي يكون شي سي بي اي ولا شي لعبه اي بلاتي. انت هو داينا لهاد السيت هذا باش نتفرجوا فيه، وراه 100% هاد السيت هذا راه غيبين لك غير داك الاول ديالو غادي يقول لك خلص ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتيني؟ هكا كتجبد بنادم. زيد عاوتاني هذا شنو هو هذا؟ ها انتم هي كيجبدوا بنادم وكيلوحوا لحاجه واحده اخر. شتي دابا هذا جبدك بارتيكل، ارتيكل في شي ويب سايت مثلا فريديت، امشيو غير ريديت مثلا. ها انت ها ريديت شتيه، كتدخل بحال هكا كتلقى بنادم ديجا كاتب كيفاش نقدر نتفرج في بلاك بانثا وكاندا فوريفر 2022. شوفوا لي كومونتير، كتدخل الكومنت تقدر تحط مثلا نتايا هنايا الكومنت ديالك وتقول لهم تفرج فيه هنايا ولا شي لعبه بحال هكا، وتعطيه داك اللين ديالك. ها انتما الرام ديال الويب سايت، الا كنتي كتعرف دير البلوغز وداكشي هذاك هاد العبادي غادي تخدم مزيان. خدم على شي بلوغ، حاول تهانكي داك الارتيكل ديالك، غير شوف غير داك الناس شنو كاتبين، كتب بحالهم بدل شي شويه فهمتي، قد عليه شي شويه وحاط اخاي. كاين عاوتاني تويتر، تقدر تمشي لتويتر مثلا ها انت شوف كتب واتش بلاك بانثر فري، انتم بزاف ديال الناس دايرين لي اللين ديالهم ها واحد اللي واتش موفي فور فري، اجي ندخلوا ليه ونشوف. او ليترالي الخوت نفس الشيء، نفس الشيء اللي عاد وريتكم الخوت، راه ما يمكنش ما يمكنش الخوت، هذا راه ماشي انا اللي صوبته، نفس البلان. اجي نشوفوا شنو غادي يدير لنا. اوكي ام نوت روبوت الخوت. انتم قال لك عمر هذا الاوفيس، دابا ملي غادي نبرك على هذا الشيء هذا كامل الخوت هما غادي يتخلصوا على حسابي من سي بي اي جريب. نفس البلان، ماشي تقول لي عدنان وكتكذب علي عندنا. انا بنادم كيدير هذا الشيء، هذا اللي كنفسر لك غير هو داك بنادم ما مفسر لكش كيفاش هذا الشيء كيتصاوب، انا كنوريك كيفاش كيتصاوب هذا الشيء. وقول لي بلا هذا الفيديو واش كنتي عارف كيفاش كيتصاوب هذا الشيء؟ يلا قول لي، غير كون دوار، كون مريقل، كون قافز، قلب هنا قلب لهي فهمتي، تفرش في هذا تفرش في الاخر، بقى تجبد من هذا ومن الاخر، راه ما يمكنش ما تعلمش كيفاش دير الفلوس. 2022 داخلين 2023، الا ما دخلتيش 100 دولار 200 دولار 300 دولار راه ما كدير والو، راك عيان، خاصك تحرك وتخدم. راه كاين عرام ديال الطرق ديال الخدمه، ومازال لي نصحاب فيسبوك كيقول لك كتكذب على عباد الله، سير تموت مع راسك سير. المهم خوت انتوما كتشوفوا كلشي بعينيك، بنادم خدام على راسو، اللي بغى يخدم ينوض يخدم، اللي بغى يتشكى ويبكي ويقول الدوله ما عطاتنيش وهذا بقى كيموت غير بوحدو مسكين. دابا البلان الخوت هو غادي تلقى شي بلاصه كيفاش غتبرمونتي داك اللينك هذاك، انا عطيتكم شي طرق ها انت، ها كاين ريديت كاين تويتر كاين تصوب السيت ديالك فهمتيني، مثلا اللي كتعرف تصوب السيتات ولا كتعرف تصوب ووردبريس وكذا، راه تقدر تقاد شي حاجه مفرقعه ديال بصح، دير ووردبريس ديال الموفي فيز وغدير التصويره ديال داك الموفي فهمتيني، بحالك انت بحال هاك التصاور ديال الموفيز فاش كتبرك عليها كتبان الشاشه، ماشي الا بدات تكون الموفي هنايا كتبان الشاشه بحال هكا، شي تصويره مفرقعه واللعبه ديال البلاي باتن بحال هكا، ودير اللين ديالك من تحت من هذه، مثلا ملي برك على بلاي غادي يمشي لداك اللعبه ديال الكابتشا صافي. اون فوا يمشي لداك اللعبه ديال الكابتشا وغادي يبغي يدخل وغادي يصوب داك لوفر اللي كتعطى ليه، انت غادي تدخل الفلوس. عاوتاني تفرج في الموفي الاولى تعجبو يمشي للموفي الثانيه، عاوتاني يدخل لي زوف، عاوتاني انت تخلص وهي غاديه. المهم حاول تلقى شي طرق ديال كيفاش ترانكي داك الموفي هذاك. دابا ما تقوليش عدنان وبقات في ترانكي، خويا راه كاين عرام ديال الطرق، ها فيسبوك يوتيوب ريديت تويتر بينتريست، غتمشي لبينتريست وغادي دير واتش بلاك بانثا وكاندا فور ايفر فري بحال هكا، وغادير شي تصويره مفرقعه وشي بلاي باتن بحال اللي راه ملي غادي يبرك عليها غادي يدخل يتفرج. اوكي غادي دير اللين ديال تي دوت ال واي اللي صغرتيه من بعد من سي بي اي جريب، هذا اللي وريتكم في الاخر. اوكي ما ديرش ديال سي بي اي جريب ديريكتومون في السوشيال نتوركس، لان غادي يوقع مشكل، غيقدروا يبانيو لكم لي كونت وداك الشيء هذاك، لان ما كيبغيوش يقبلوا اللين ديال سي بي اي جريب. انا علمتكم، فما تقوليش وعدنا وما وريتينيش هذه فما غنقدرش نخدم، الله يعطيك السر، وريتك لا ميثود، دخل قلب تحرك شويه خدم هذا هذا هذا، راه مهم تخدمه بزاف، ان هادشي اللي كنوريك راه ماشي شي واحد وراه ليا دقه بدقه، راه لقطت من هنا ومن هنا ومن هنا باش نعطيكم اللعيبه فهمتي، باش نعطيك اللب النخاع الشوكي ديال المعلومه. طولت بالهضره، المهم نتمنى طبقوا هادشي هذا وتلقاو الطريقه ديالكم. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله، تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع، اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله
الحصاله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من ا حتى لزد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم اللين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 100 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم اللين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم اللين حتى هو. المهم باش ما نطولش عليكم الخوت، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، دير واحد لايك، اشتركوا في القناه، خليوا لي تعاليق لتحت في الكومنت ولا اقتراحات، ضغطوا على داك زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، بارطاجيو مع خوتكم باش كلشي يستافد، ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.